السلام عليكم. موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه. الموضوع دوت بيأثر في كل واحد فينا، وكل واحد فينا بيفكر فيه بشكل شبه يومي، ان ما كانش كل ساعة او كل دقيقة حتى. في الاول عايز الفت نظر الناس لحاجات كتير، وبعد كده هتكلم في الموضوع. الناس اللي بتؤمن بان في اله، وبتؤمن ان في قرآن، وبتؤمن بكل الكلام ده، وبيصلوا وبيدعوا ربنا بكل خير، لما بتيجي تقرا سوره الاخلاص تحديدا وتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بتؤمن ان في اله واحد، وبتؤمن ان في رب واحد، وده الرب اللي انت بتعبده. هل الاجابه دي صح ولا لا؟ لو انت مؤمن بالكلام ده كمل الفيديو، لو انت عندك شك في الايه دي اصلا يبقى انت ما تكملش الفيديو عشان ما تضيعش وقتك. دي رقم واحد. رقم اتنين، في ايه في القران بتقول لك ايه؟ الآية دي في منتهى الجمال: الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا إن الله واسع عليم. الشيطان بيخليك تفكر إن أنت فلوسك هتضيع منك لو صرفت الفلوس، فبيخليك تمسك ما تقدرش تصرف، وهي دي المشكلة اللي كلنا بنقع فيها. فالشيطان بيدخل لك من المدخل ده ويخليك يقولك لأ، لو صرفت مفيش دخل هيجيلك تاني، الأزمة الاقتصادية، الظروف، الأولاد عندهم مدارس، مراتك عايزة مش عارف كذا، انت عايز تشتري كذا، ويفضل يقعد يزن في ودنك، وبيخليك تفكر في الفلوس طول الوقت، والفقر هو اللي بيصيبك. في آية تانية بتقولك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الإملاق هو الفقر، بمعنى العرب زمان كانوا بيقتلوا أولادهم خشية عليهم من الفقر، وما بيفكروش إن في رزق ده جاي من ربنا. في آية تانية شبيهة بالآية الأولى اللي قلتها بس فيها فرق بسيط: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الفرق هنا ان انت بتكون عندك الاولاد، ولكن انت بتبقى بتخشى عليهم من المستقبل، يا ترى هيعيشوا ازاي، يا ترى هيعملوا ايه، يا ترى هيشوفوا نفس اللي انا شفته، او هيتعذبوا نفس العذاب اللي انا تعذبته ولا لا. فهنا بيخليك تفكر مين اللي قال الكلام ده، مين اللي اتكلم على موضوع الرزق اصلا، مين اللي اثاره في القرآن، هل انا ولا انت ولا حتى الرسول؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اتكلم عليه. وعشان كده في آية تانية بتقولك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ربنا سبحانه وتعالى قالها وأقسم عليها، فمعنى كده موضوع الرزق في حد ذاته دوت بيجيلك وموجود في السماء. طبعا في علماء اتكلموا قالك الرزق ان هو المطر اللي بينزل، بس المطر بينزل من السماء فبيطلع الزرع فالناس بتوصل لها الاكل وهكذا، بس برضو هنتكلم في موضوع الرزق في حد ذاته لان في بعض العلماء اختلفوا فيها، ولكن الصورة اللي عايزين نوصل لها ان رزقك موجود في السماء. في ناس كتير بتيجي تقول ايه، انا مش لاقي شغل، انا خايف على اولادي ان هم يكبروا ما يلاقوش شغل. ده مش شغلك انت. الجزء الاولاني شغلك ان انت تدور على شغل وتسعى، ده جميل، لكن الجزء ان انت تخشع على اولادك من بكرة ده مش شغلك انت، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاهم يجولك من الاساس. هو اللي رزقك بالزوجة، وهو اللي رزقك بالطفل اللي جالك او الطفلة اللي جاتلك، فبناء عليه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك وبيرزقهم. طيب خليني اسألك سؤال بسيط جدا، لو فرضنا ان انت جالك خبر ان انت هتتوفى بعد يوم او يومين او ثلاثة، طيب قولي الاولاد مين اللي هياخد باله منهم، مين اللي هيرعاهم؟ اكيد امهم. طيب برضو مين اللي هيرعاهم، مين اللي هيتكفل بيهم؟ هل امهم ضمن ان هي تعيش سنة 2-3-10 لحد ما تكبرهم ويعتمد على نفسهم؟ محدش يضمن حاجة زي كده. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الايات اللي انا ذكرتها في الاول وضح لنا صور كتيرة ان الشيطان هو اللي بيسول لك حاجات كتير، هو اللي بيجي حواليك، هو اللي يقولك في ودنك لا ما تديش عشان ولادك، لا شيل القرش عشان انت شايف الحالة الاقتصادية كذا. السر كله بيجي في حاجة بسيطة جدا، في العطاء، ان انت كل ما بتدي هتلاقي ربنا بيديك الرزق، كل ما بتدي المحتاج هتلاقي ربنا بيديك. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالك الحسنة بعشر امثالها، بمعنى لو انت تبرعت مثلا بجنيه او بدولار او بدينار هتلاقي عشرة جايه لك،
وممكن توصل لسبعمائة ضعف. وأنا شخصيا شفت ناس كتير قوي كانوا فعلا في زنقة كبيرة، وأول ما بدأوا يعطوا من قلبهم بدأ الخير يجيلهم، وهم مش مصدقين النعم اللي هم فيها. حديث قدسي عن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأنت لو بتظن إن ربنا هو اللي بيديك الرزق وربنا بيكتب لك الخير، الخير هيجيلك. لو أنت بتظن إن الدنيا صعبة والحياة صعبة ومفيش شغل ومفيش رزق، برضه هو ده اللي هيجيلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وجدك في الكون، هو اللي خلاك تبقى عايش دلوقتي. لو بتشوف نعم اللي موجودة فيك هتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مديك نعم كتيرة قوي، وعشان كده قالك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما بتيجي تعد نعم ربنا، لكن مشكلتنا اختزلنا الرزق كله في المال. الرزق ممكن تكون ان انت بصحة ما بتمرضش، فمش محتاج ان انت تروح تعمل عملية كبيرة تكلفك الافات والافات وانت اصلا معكش فلوس، فده رزق. الرزق ان انت يكون عندك زوجة صالحة تحافظ عليك وتحافظ عليها، وبأبسط الامور بتخلي بيتك من اجمل ما يكون وبتعمل لك احسن اكل. الرزق ان انت يكون عندك اولاد شطار كويسين، مش محتاج ان هو ياخد درس خصوصي هنا ودرس هنا ودرس هنا، فبيوفر لك الكلام دوت. الرزق ان انت عندك خير طول الوقت، مفيش مشاكل بتحصل لك محتاج ان انت تدفع عليها كل يوم، فالرزق موجود طول الوقت حواليك. لو تيجي تفكر في نعم ربنا اللي موجودة فيك انت شخصيا هتبدأ تحمد ربنا عليها. ناس كتير قوي بتبقى عايزة الرزق في الفلوس. ممكن يبقى في ناس كتيرة بياخدوا 1 و2 و3 و10 مليون بس عندهم مشاكل انت ما تعرفهاش. وصدقني لو بدأت تسمع المشاكل عندهم هتقول لأ انا حياتي احسن. ولو انت عايز حياتك تبقى زيهم ممكن، مش صعبة، لكن اسعى واشتغل وافتكر ان انت لازم تعطي، تدي الخير وتتبرع. ما تجيش مثلا في وقت معين في اول شهر قول خلاص هو الجزء ده وخلاص. ممكن تتبرع بابتسامة، ممكن تتبرع باكل زيادة عندك، ممكن تتبرع بملابس عندك، في 100 حاجة ممكن تعملها. ممكن تتبرع بوقتك ان انت تروح مثلا جمعيات خيرية وتساعد وتساهم وتشتغل معاهم على الاقل مرة في الاسبوع او مرة في الشهر او مرة في السنة. فممكن حاجات كتير قوي تعملها. فما تختزلش موضوع الرزق في موضوع المال ان انت تقول انا عايز فلوس. الفلوس مش كل حاجة. ناس كتير قوي نعرفهم وسمعنا عنهم وشفناهم كان نفسهم في فلوس كتير قوي، واول ما جت لهم الفلوس برضه مش سعدة. وناس كتير قوي كانوا بينتحروا وهم اغنياء. طب فكر ليه بيعملوا كده، وفكر لو انت كان معاك الفلوس دي هتعمل فيها ايه. خليك صادق بينك وبين نفسك للحظات، لو انت بقى معاك فلوس كتير هتعمل ايه؟ مديش تقول انا هفتح جمعيات وهستعمل وهسوي وهسوي. خليك صادق مع نفسك وابدأ واشتغل وطهر قلبك وافتكر وفي السماء رزقهم وما توعدون ولا تقتلوا اولادهم خشية املاق ولا تقتلوا اولادهم من املاق. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ففكر انت عايز ايه وهتلاقي الرزق بيجيلك من اوسع ابواب. سلام.